من كام يوم كان عندنا تتويج بطل من أبطالنا في لعبة الماي تاي، وهو لاعب المنتخب المصري للعبة أحمد إسماعيل، اللي قدر أنه يحقق الفوز في مباراة الاحتراف اللي اتلعبت ضمن منافسات بطولة العرب للمحترفين في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية. أحمد إسماعيل قدم أداء قوي وبطولي ورجولي جدا خلال منافسات البطولة، وتم تكريمه بميدالية البطولة على أدائه الاستثنائي اللي قدمه أثناء النزال الأخير. أحمد معانا على الهوا، بنبارك له ونقول لك ألف ألف مبروك البطولة العرب أحمد. الله يبارك في حضرتك ويسلمك يا رب. طب كلمنا بداية عن المشاركة، وناس كتير ممكن ما يعرفوش وأنا منهم، لعبة الماي تاي. والله هي لعبة قديمة جدا زي تراث كده عن في تايلاند. اللعبة بتعتمد على كل أطراف أجسامنا، اللي هو البوكس، إيد، الكوع، الركبه والقدم طبعا. ويبقى فيها حاجه زي كلينش، ان انا امسك انا وزميلي مع بعض. وفي برضو الى حد ما زي طرح كده، اللي هو ان انا ممكن اعلق واوقع يعني. في مجموعه من الالعاب القتاليه في لعبه واحده. بالظبط كده. تمام. طيب أحمد، إحنا مصر استضافت البطولة الأفريقية يمكن من عدد من الأشهر قليل، وقدرنا نحقق وصفة البطولة برصيد 19 ميدالية في البطولة الأفريقية. فكرة وجود عدد كبير من اللاعبين قدروا يحققوا هذا العدد الكبير من الميداليات في البطولة الأفريقية برغم عدم شهرة اللعبة، أو إحنا مش متخيلين إن إحنا عارفينها، وكنا متخيلين عدد لاعبينها أقل بكتير. ايوه بالظبط. واللعبه بدات تنتشر عندنا هنا في مصر قوي، هي منتشره جدا بره يعني في دول اوروبا بالذات، وفي الوطن العربي بدات تنتشر في اخر فتره. فعندنا الحمد لله في مصر احنا لسه، هي عندنا من بدري، بس هي لسه الاتحاد كان فتره قريبه لسه بادئ ان هو يتعمل وبقى رسمي، بقينا نلعب البطولات باسمه وكده. فالحمد لله احنا يعني عندنا ناس. الاتحاد اتشكل بقاله قد ايه؟ تقريبا ممكن سنتين. من ساعه مشاركه مصر في بطوله العالم في تايلاند، ولا من قبلها؟ من قبلها يعني، ممكن سنتين ونص حاجه زي كده. عظيم. احمد، كلمنا بقى عن بطوله العرب للمحترفين اللي اقيمت في ابو ظبي، وانت حصلت على الميداليه الخاصه بالاداء الاستثنائي. كلمنا عن كواليس البطولة، المشاركة والمنافسة كانت عاملة ازاي؟ والله هي كانت بطولة قوية جدا، كانت من أحسن البطولات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت. كان تنظيم ولا يعني أكثر من رائع الصراحة في دولة الإمارات. الاتحاد العربي كان منظم تنظيم بروفيشنال جدا، كان معانا أفضل نخبة من الوطن العربي، اللعيبة كلها المحترفة أصلا، ناس كتير محترفة بره بتلعب في انجلترا، واللي بيلعب في امريكا وبيلعب في كذا حته. فجمعوا كل الناس اللي هي كويسه وعملوا ايفنت احتراف يعني بشكل كبير جدا. المنافسه كانت قويه جدا بين كل الدول. الحمد لله ربنا كرمنا، لعبت مع لاعب اردني اسمه يامن، لاعب كاردو كان محترف وكان بعسكر في تايلاند، بيجي في تايلاند وكده ولعب احتراف هناك. ربنا كرمني الحمد لله، لعبنا ماتش كويس جدا الحمد لله، قدرت ان اخلصه ابيض في الجوله الثالثه. تخلصوا ابيض يعني ايه؟ قضيه. الحمد لله كان ضربه خلصوا قضيه يعني. معلش انا ما خدتش بالي، اتفضل. خلصت الماتش قضيه في الجوله الثالثه كي او. فالحمد لله كل الناس اشاد بالمستوى بتاعنا، والحمد لله قدرنا نرفع اسم مصر يعني في البطوله بشكل كويس. كان في حد غيرك يا احمد مشارك من مصر كمان، ولا انت كنت بتمثل مصر؟ كنت في انا وكان معايا لاعب كمان، كان هو بطل افريقيا، جاي بطل افريقيا، لعب مع بطل عالم، كان لسه جايب اول عالم السنه اللي فاتت. احنا شاركنا في ميزانين يا احمد، مظبوط؟ شاركنا في ميزانين. ميزان كام وميزان كام؟ ميزان 63 وميزان 70. 70 ده الميزان بتاعك؟ طيب فكرة بقى الالتزام بالميزان، ودي واحد من الحاجات اللي يعني ناس كتير اتكلمت فيها في الفترة اللي فاتت، وان ازاي اللاعب بيقدر يحافظ على ميزانه
وبيحرك نفسه على الميزان حسب كمان المتنافسين اللي معاه. نظامك الغذائي عامل ازاي؟ يومك بيمشي ازاي؟ وبتبقى عارف انت رايح تلعب مع مين ولا لا؟ هو طبعا في الاحتراف بيبقى الدنيا مختلفه شويه غير الهواه. في الاحتراف كده كده بتبقى من قبلها بفتره عارف انت هتلعب مع مين، مبعوت لك الاكونت بتاع اللاعب اللي انت هتلعبه، السي في بتاعه كده، عشان بيكون الشكل احترافي اكتر، انك بتكون دارس الخصم بتاعك. هو نفس الكلام برضو بيكون عارفك عشان الماتش يبقى فيه نديه ويبقى فيه شراسه اكتر يعني. النظام الغذائي بقى ببقى متابع مع حد يعني بتاع تغذيه كويس. انا كنت متابع مع حد اسمه كابتن عبد الله، ده صاحبي وكده، هو اللي كان مظبط لي البلان بتاعت التغذيه بتاعتي طول الفتره اللي فاتت. يعني تقريبا شهر ونص كنت مظبط بلان. عظيم. عشان كنت نزلت من 77 لل 70 عشان الميزان. طيب زي ما احنا شايفين في الصور احمد، يعني لعبه المواي تاي لعبه فيها التحامات قويه، يعني لعبه فيها اكثر من اداء قتالي وفيها التحامات شديده وقويه بشكل كبير. ده ما بيخوفش بعض الشيء؟ بيعرضك لبعض المخاطر وازاي بتتفاداها؟ واكيد طبعا اسرتك وهما بيشوفوك في بتلعب اللعبه دي بيبقوا خايفين عليك يعني. اكيد طبعا. والله الموضوع دوت لو حد لسه يعني بادئ وكده بيبقى الدنيا صعبه شويه معاه، بس عشان احنا بقالنا كتير فخلاص يعني. الاسره في الاول كانت بتبقى بتفضل خايفه شويه عليا طبعا، عشان كمان بالذات في المواي تاي سلاح الكوع، يعني الكوع ده اخطر حاجه في اللعبه، لانه فعلا لما بيجي دايما بيبقى فيه تعوير. فالحمد لله ربنا بيكرمنا. نسبه المخاطر فيها او التعرض لاصابات بتبقى عاليه، تبقى عاليه فعلا، وبالذات البروفيشنال في الاحتراف عشان ما يبقاش فيه اي اوقيه يعني. بنلعب بالجلوفز بس، ما يبقاش في اي حاجه ثانيه بنلبسها. ف احنا بنكون متمرنين يعني طول الفتره بنتمرن على كده، اللي احنا ازاي نعرف نتفادى الموضوع، ازاي نعرف ندافع، ازاي نعرف نلعب. فبنفضل فتره كبيره ان احنا نفضل ندرس الموضوع لحد عشان ان شاء الله يبقى اقل خسائر اقل اصابات. لكن كان موضوع هو كده كده بيبقى متعب بالنسبه لنا طبعا. ربنا يسلمك دايما. ومره ثانيه بنقول لك الف الف مبروك احمد اسماعيل لاعب المنتخب المصري للمواي تاي اللي حصل على ميداليه الاداء الاستثنائي في بطوله المحترفين العرب اللي اقيمت في ابو ظبي بدوله الامارات. الف مبروك احمد.